وائل شعبان مهندس عمليات يا فندم. مشروع المصرية للتكرير بيتكون عندي من 7 وحدات إنتاج رئيسية. نستلم المازوت من شركة القاهرة لتكرير البترول، بيدخل على وحدة التقطير التفريغي، بيتم تقسيمه ل3 منتجات خفيفة ومتوسطة وتقيلة. المنتجات المتوسطة يا فندم يتم نقلها لمجمع التكسير الهيدروجيني، حيث يتم تحويلها إلى 4 منتجات رئيسية، هي البوتاجاز والسولار والبنزين وقود الطيارات. أما المنتجات التقيلة من وحدة التقطير التفريغي فيتم توجيهها إلى مجمع التفحيم. وحدة التفحيم بيتم فيها تحويل المنتجات التقيلة إلى 3 منتجات رئيسية، هي البوتاجاز والنفتة والسولار، بالإضافة إلى الفحم الصلب. في مجمع إنتاج البنزين، وده بيتم فيه تحويل النفتة المنتجة من وحدة التفحيم ووحدة التكسير الهيدروجيني إلى بنزين عالي الأكتين. وحدة معالجة السولار، بيتم فيها معالجة السولار من كل المواد الكبريتية لإنتاج سولار مطابق للمواصفة الأوروبية يورو 5. وحدة إنتاج الهيدروجين، بيتم فيها إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي لاستخدامه في وحدة التكسير الهيدروجيني ووحدات المعالجة. وحدة استخلاص الكبريت، بيتم فيها التخلص من كل المركبات الكبريتية المنتزعة من المنتجات وتحويلها إلى مركب الكبريت الصلب لبيعه كمنتج إضافي. هنا يا فندم مجموعة المرافق والتسهيلات اللي بتخدم المصنع كله، وتشمل 3 غليات لإنتاج البخار، وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي، وحدة تبريد المياه، بالإضافة إلى مستودعات تخزينية لتخزين المنتجات البينية بين الوحدات. أما المنتجات النهائية فبيتم توريدها إلى شركة أنابيب البترول الخاضعة للهيئة العامة للبترول. أي استفسار يا فندم؟ شكراً.